ومدام الراحل هو كبيرنا وقدوتنا، أنا برأيي إنه طريقته بالحل هي تكون طريقتنا. ما فهمت. من عدل الدستور سيادة العماد، وقت عدلناه قبل كانت القصة صغيرة، أما حذف بند منع التوريث أو تغييره رح يعملنا مشاكل نحن بغينا عنها. سيادة العماد، ما رح يكون في أي مشكلة، الجيش كله بإيدنا. شو رأيكم يا شباب؟ سيادة العماد، مدام في توافق من قبلنا كلنا على فرات، أعتقد بأنه موضوع التشريع موضوع بسيط كتير وبجرة ألم بيتعدل. أساساً مجلس الشعب انخلق ليبصم. هي مخاطرة لأنه راح تكون مفتاح لوجع الرأس. من مين سيادة العماد؟ من قادة الفرق وخصومنا.